وللوقوف على تطورات المشهد السوداني بعد قرارات البرهان الأخيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السوداني إبراهيم ناصر. مرحبا بك معنا سيد إبراهيم. أهلا وسهلا. حياكم الله. يعني بعد أن نصب البرهان نفسه رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي الجديد إثر حل المجلس القديم بطبيعة الحال، إلى أين تذهب الأمور في السودان في ظل الرفض الشعبي لتلك القرارات؟ طيب، طبعا بطبيعة الحال الأوضاع في السودان وصلت إلى نقطة من التعقيد بسبب قرار لا يمكن أن يقبله مواطن سوداني، وهو قرار الانقلاب على شرعية ثورية وإزاحة نظام يعني سيطر على مقدرات البلاد لمدة 30 عاما. وبالتالي تطلعات الإنسان السوداني هي أن يكون هناك حرية، وأن يكون هناك عدالة، وأن يكون هناك رفاهية في تحقيق بلد معافى من كل المشاكل. وبالتالي هذه القرارات هي قرارات انقلابية، والغرض منها أن يستعيد النظام الساقط أركانه أو يستعيد سطوته على المشهد من خلال هذا الانقلاب. وبالتالي هذا الوضع أو هذا القرار ربما يعقد المشهد في السودان بصورة أكبر، والمكونات المدنية التمواقة للحرية والشباب السوداني السائر والذي حقق مطالب الثورة خلال فترة وجيزة، وهي من ضمنها الاندماج في المجتمع الدولي وأن هناك دولة طبيعية باتت لها علاقات إيجابية مع كل المحيط. هذا الأمر بقرار ارتجالي أخذه قائد الجيش السوداني، ضرب بكل هذه الإنجازات عرض الحائط وأوصل السودان إلى حالة من التأزم الداخلي، بالإضافة إلى أنه بدأت شرعية النظام القائم أو بدأت تناقش شرعية الدولة السودان أو شرعية الذين يحكمون السودان، وأدى إلى انقسام المجتمع أفقيا، وأدى إلى انقسام المجتمع أيضا من خلال عموديا كذلك بعد أن حصلت تجاذبات بين القوى السياسية المشكلة المشهد، بالإضافة إلى مكون عسكري يحاول أن يستفرد بمقدرات السودان والقرار السياسي في البلاد. الواضح أن المجلس الجديد لم يشمل ممثلا عن شرق السودان، إلى أي مدى برأيك يعني أن حالة الحصار التي يعيشها البرهان ومجلسه الجديد تتفاقم بعدم تمثيل الشرق؟ طبعا عظيم هذا السؤال، وهذا سؤال مهم، أنه من ضمن المبررات التي كان قدمها البرهان لهذه الخطوات هي أن هناك حالة من إبعاد المكون الشرقي من المشهد في السودان، كان يتذرع بهذا السبب. وفعلا أن المكونات الشرقية كانت فيما بينها تباينات، وكان هناك اختلافات حادة جدا، وأوصلت البلاد إلى الانطلاق، ووصلت بعض المكونات الشرقية قفلت الحدود، قفلت المواني، وقفلت الطرق الرئيسية في البلاد. نعم، هو برر لهذه الخطوة التي خطاها قرار الانقلاب، برر بأن هناك يعني مشكلة في شرق السودان، ولكن هو الآن بتركه موقع شرق السودان فارغا يعني يؤكد لك أنه لا يمتلك العصا السحرية للتعامل مع تعقيدات مسألة قضية شرق السودان، وتركها مفتوحة أمام العديد من السيناريوهات. فبالتالي أنا أعتقد أن هذا القرار أو قرار يعني ترك منصب الممثل لشرق السودان في مجلس السيادة شاغرا يعقد الأمور أكثر، ويجعل أن المكونات الشرقية تصل إلى مرحلة التصارع. نعم. وهذا ما وقعت فيه الحكومة المدنية من قبل باعتبارها لم تتعامل مع أزمة شرق السودان بصورة جادة، والآن هو أيضا تجاهل قضية أو مطالب إنسان شرق السودان بصورة متعمدة، وهذا ما يؤكد لك أن الأوضاع في السودان ربما تؤدي إلى التشظي المناطقي وأن يكون هناك اختلافات بين المكونات المناطقية أيضا، وهذا قرار خطير جدا ربما يفتح المجال أمام العديد من السيناريوهات للمشهدية السودانية. طيب، فيما يتعلق ب يعني وصف أن البرهان يفتح على نفسه عدة جبهات في وقت واحد في ظل المطالبات الدولية بطبيعة الحال بعودة الحكومة المدنية ورفض دارفور لقراراته، كيف تفسر ذلك؟ طيب، فيما يخص المجتمع الدولي ومواقفه، نحن كمواطنين نشكك في التحركات الغربية، يعني أننا لا نحس هناك صميمية في التعامل مع المتغير الذي حصل في السودان. يعني هناك
مشكلة يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي مؤثرة في المشهد السوداني وفي مشهد المنطقة كلها تتعامل بازدواجية، حتى أنها تعاملت يعني في قضية تسمية هذا انقلاب أو هو إجراءات عسكرية قام بها المكون العسكري لم تسميها بمسمياتها، يعني لم تسمي هذا الحدث بمسمياته. وبالتالي المجتمع الغربي والولايات المتحدة الأمريكية والضغوط الدولية ربما تثمر لمرحلة، لكن لها حسابات هذه القوى في مسألة تشكيل المشهد السوداني حسب ما يهوى لها. البرهان وعد بأن يكون هناك مكون مدني يقود المرحلة الانتقالية، وهذا ربما يتحقق. هل السؤال هنا هل المكون المدني الذي سيتشكل هو يعني يكون تحت إمرة المكون العسكري ويكون مختطف القرار من طرف المكون العسكري؟ هذا لم ينجز لنا التغير الذي كنا ننشده في السودان. وبالتالي الضغوط الأممية والضغوط الخارجية ربما تنجز قليل في مسألة أن يكون هناك لين في الموقف العسكري، ولكن يبدو أنه أخذ موافقة أو ضوء أخضر من جهة خارجية، لذلك هو يتمادى في اتخاذ قرارات كهذه في مسألة تشكيل المجلس العسكري المجلس السيادي، وهو الآن بصدد تشكيل مجلس الوزراء. إلى أي مدى يصعب ذلك العودة إلى النظام الدستوري ومن ثم العصف بالتوافقات الأخيرة حول الأزمة؟ يعني كل القرارات هذه قرارات تصعيدية كما صرحت بها دول الترويكا في أنه هذه قرارات أحادية، ولا يتخذ الموقف المدني أو يأخذ الموقف المدني في الحزبان، وهذا ما سيفتح المجال أمام تظاهرات عارمة جدا وحالة من التأزم السياسي ربما تلازم الدولة السودانية. لذلك هذه القرارات هي قرارات لا تخدم استقرار وخدمة الدولة السودانية في أن يكون هناك تطلعات، أن تتحقق تطلعات الشارع السوداني وأن تتحقق أهداف الثورة السودانية. الكاتب والباحث السياسي السوداني إبراهيم ناصر من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.